احنا بنحاول نرجع زي الدورة الاولى. الدورة الاولى كان ليها سحر خاص بيها، الدورة التانية كان اقل سحر شوية، في التالتة والرابعة حصل مطبات، بس احنا رجعنا تاني بقوتنا الفنية السنة اللي فاتت رغم الاحداث، رغم الاحداث الشنيعة اللي حصلة في غزة، وعشان كده اجلنا اكتر من مرة، وعشان كده حاولنا ان احنا نعمل حاجة تخص فلسطين. طبعا الاحداث اللي بتحصل في لبنان دلوقتي صعبة جدا، ويا حرام يعني هما طول الوقت بجد عندهم مشكلة، يعني بقالهم 50 سنة من الحرب الاولى ودلوقتي داخلين على مأزق تاني. بس انا متعودة من الشعب اللبناني ان هو يبقى قوي ويعدي كل المحن، فانا بقول له ان احنا قلوبنا معاكم، ونتمنى ان المحنه اللي انتوا بتعدوا بيها الفتره دي هي تعدي على الف خير ويحفظكم ويحفظ بلادكم. محمود حميده اقل حاجه نقدمها له هذا التكريم، لان محمود تاريخ كبير جدا ومشوار مهم جدا ورجل جدي جدا جدا في شغله، وانا ليا معاه 3-4 افلام بعشقهم، من اولهم دونتيلا، الحرب الفراوله، لنيويورك نيويورك، عندنا افلام وعندنا حاجات مع بعض حلوه قوي ونجاحات كبيره جدا. لا انتوا كاعلام عملتوا حاجه معانا، ان انتوا ما حطيتوش مخكم بس في الريد كاربت، مع ان بس لا مع ان ده حقي كفنانه اني اطلع على الريد كاربت صح، اوكي، وحق اي اعلام يشوف الريد كاربت صح، بس ما تحجميش المهرجان في الريد كاربت. طب دي نفس الرساله اللي انت شايفاها برضو مع السنه دي، ان لازم رغم ان السنه دي هيكون في انفتاح اكتر وضيوف اكتر وفنانين اكتر، ولا نحترم الريد كاربت ونحترم العمل اللي جوه المهرجان. يعني انت عندك اعمال كتيره جدا جوه المهرجان لازم يعني تديها حقها، انت ليه بس بتبصي على الفستان ولا على الشكل ولا بتاع؟ لان ده جزء على فكره من شيء اسمه مهرجان، ده جزء كبير، وده بيحصل عالميا في كل حتة في العالم، احنا ما اخترعناهوش، احنا اخدنا الاختراع. اشكرك اشكرك، ويمكن السنة دي يبقى في ندوة عظيمة بيني وبين السيدة إسعاد يونس صديقة العمر. شكرا.